هكذا أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، نجدد التحية والترحيب بانطلاقة شوط جديد، وهو الشوط الثامن الخاص بفئة الجعدان المفتوح. نسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط، إلى البداية الأولى من استفتح إذاعة هذا الشوط. إلى المقدمة نذهب مباشرة، هنالك في مقدمة هذا الشوط زعفران لسالم بن علي بن سلطان السبوسي من يتقدم، بينما المقدمة الأولى التقدم من حرب لسيب بن غصاب بن محمد العفاري من يتقدم في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والدخول في هذه اللحظات بالمركز الثاني الوصول من هنالك القادم، هنالك مطفي لعلي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية من يصل في ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول من سراب لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي من يتقدم في ثالث المراكز. المركز الرابع والوال غادم لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي من يصل في هذه اللحظات، بينما القدوم بينما الحضور من القادم هنالك حرب او هنالك القادم هنالك مبدع لعامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي من يتقدم في هذه اللحظات، بينما الوصول والحضور من الأسماء والشعارات القادم ناهي لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري من يصل في هذه اللحظات. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ندائنا الأول للمراكز المتقدمة والمندفعة في صدارة هذا الشوط، الكل باحث عن الناموس، الكل باحث عن الانتصار. الى اين سيتجه ناموس هذا الشوط؟ يا ترى الى اين؟ عودة الى المقدمة، عودة الى الصدارة والبداية الاولى. هنالك وليف لاحمد بن سعيد بالمر السبوسي من يتقدم في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول والدخول من حرب لسيب بن غصاب بن محمد العفاري من يصل في ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم من مبدع لعامر بن سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي من يصل في ثالث المراكز. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات، هنالك مطفي لعلي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية من يصل في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الكبيرة. المركز الخامس هنالك شامان لسالم بن سهيل بن صالح العامري، يا سلام، الثمانمائة متر الأخيرة، الثمانمائة متر الخطيرة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الثنائية التي تحضر في هذا التنافس وفي هذا الأداء الكبير. هنالك مع حرب 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 بينما وليف وليف وحرب، الناموس إلين، الناموس حاير ما بين الاثنين، ثنائية ولا أروع، ثنائية ولا أروع، حرب ووليف، وليف وليف وليف، بسم الله وما شاء الله على ما يقدمه وليف بهذا الحضور المشرف، بهذا الأداء الكبير. من القادم؟ يا سلام، شوف اللي واصل، شوف اللي حاضر في هذه اللحظات، مطفي قادم، مطفي قادم، لكن وليف خلاص قفل مجريات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك وليف احمد بن سعيد بن مر السبوسي الذي يقدم وليف بهذا الحضور المشرف، بهذا الاداء الجميل على مقدمة هذا الشوط، بهذا الشكل الجميل، بسم الله وما شاء الله على هذا الاداء الكبير. هذا هو وليف، لحظات وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك وليف احمد بن سعيد بن مر السبوسي المركز الثاني، وصل هنالك حرب لسعيد بن غصاب بن محمد العفاري المركز الثالث، وصل هنالك مطفي من هنالك مطفي علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطيه. تهانينا والناموس الى جميع الفائزين. عوده للتوقيت الزمني 4 دقائق 26 ثانيه بالوفاء والتمام.